الإسرائيلي الاتفاق بالتاريخي، وقال في لقاء مع الجزيرة إن قائمته وقعت على الاتفاق من أجل خدمة فلسطينيي 48 ومصلحة المجتمع العربي. وقعنا اتفاقا يتضمن بنود كثيرة جدا لها علاقة بإقرار خطة اقتصادية خمسية للمجتمع العربي، هي الأضخم حتى الآن، تقدر ميزانيتها ب 30 مليار شيكل، تشمل كل مرافق الحياة، بالإضافة لخطة خمسية لمكافحة الجريمة والعنف، خطة بمبلغ 2.5 مليار شيكل، ثم خطة عشرية بمبلغ 20 مليار شيكل للبنى التحتية في البلديات والسلطات المحلية، وإقرار ميزانية سنوية ب 100 مليون شيكل لمدة 5 سنوات لمشاريع النهوض، بالإضافة إلى رئاسة اللجنة البرلمانية، لجنة الداخلية البرلمانية، وهناك لجنة تعنى بشؤون المواطنين العرب أيضا هي